يواصل نادي اتحاد العاصمة استعداداته لموقعة كأس السوبر والتي ستجمعه بنادي مولودية الجزائر من خلال مجموعة من المباريات الودية، وآخرها تلك التي لعبت يوم الأحد في ملعب عمر حمادي ببلوغين أمام أمل الأربعاء، وعرفت فوز أبناء سوسطارة بنتيجة هدفين لهدف واحد. أول محاولة في الشوط الأول كانت لصالح الزوار في الدقيقة السادسة، إلا أن القذفة مرت جانبية، وكان رد الاتحاد في الدقيقة 35 عن طريق فرحات الذي فتح ناحية ناجي، إلا أن رأسيته مرت جانبية هي الأخرى، ليعلن بعدها الحكم عن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي المرحلة الثانية دخل لاعب الاتحاد بقوة، وفي الدقيقة 58 ناجي تمكن من تسجيل الهدف الأول برأسية بعد المخالفة التي نفذها بوعزة، وفي الدقيقة 63 فرحات يضاعف النتيجة بمخالفة مباشرة أسكنها في شباك الحارس فلاح، وفي الدقيقة 75 قلص درفلو من جانب الأربعاء النتيجة، إلا أن الحكم أعلن عن نهاية المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد لصالح اتحاد العاصمة.